الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. ودرس كأني لباد كم إذا درست أني زبد ككتاب كام سفوة الزبد وعن سوق هذا نهل درس ومقدمتي يهرنعي كتاب كاها وعن صوت المعنى كتابك إنه ككو بيا هيكون يسديد يسديد بيد نسخلا هدا إنه هينو توان بيد وهر دع كوب يكون بيد وأصول الدين وحشاق وبحيو حق عقيدة وكذا هذا ليه شن يتوان بيد وحوك هذا ليه أصول الفقه كتابك معذيس أما السل بيجيس أما أود ابن حاد كيس وحي سيغن وقال سيغال بقول السدح هي اللحدا خاتمة يجب جبدا أيضنا وأفرتا يسقال بيد ساسا يكون غني مركا كن يسداد يسداد بيد مركا وحوغي هردع يرأي إن شاء الله تعالى إن وصمينينا مركا هردعنا وحو بلا من مسائل في مذهب أهل السنة والجماعة والأشاعرة مسلوين عن صوق هذا النيو وكهد الأيام مذهب كأهل السنة والجماعة يا شاعرة وحن مركا بلا من يسان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فهذه كان أن صوتنا ورقها كقرني مسائل مسلوين وهي في عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الأشاعرة كهد ليا وعدين هي مسلوين عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الأشاعرة. أحببت وحن جعل أن تكون مقدمة أما مقدمة إن يهردع النقطة لكتاب سفوة الزبد كتاب سفوة الزبد الذي هو في ضمن السلسلة الفقهية كم ذا سلسلة الفقهية التي ما زال دراستها مستمرة أخرين دي هذه السلسلة أي كصعوته في مسي علمتان وصدها رجيزة أدام الله لها ولبلاد المسلمين الأمن والاستقرار. كتابك أصوى كم ذا أما كود حجرة أما كتابك شناد با سلسلة الفقهية أي كصعوته مساجدك علمتان برتمها مقالد هرقيسة كويا الله إلهي هرقيسة إيا بلاد المسلمين تبا أمنك إيا دقران شها إلهي هو شوكت إيا هو ريه. وحنا مرقى علما بأن الشيخ ابن رسلان ناظم صفوة الزبد رحمه الله تعالى تكلم في مقدمة منظومته بأصول الدين على ضوء معتقد متأخر الأشاعرة وحنا نؤقنا هاي أما بجد الشيخ ابن رسلان يعني ترجمة صوت شيخنا كتاب سفوة الزبد كيسو النظمي كتاب الزبد كي بارزي مركا النظمي عندك صو صوعي تكلم في مقدمة منظومته وحو هردع منظومته سكاكا هادلي بأصول الدين أصول الدين أيوكا هادلي على ضوء معتقد متأخر الأشاعرة أيضا مرقى قابك وقو هادلي ناهي تهي سيدي أي قمين أشاعرة در حقو دي ضمبي وينو تلمامي دونا شاعر هذا إمامك إيا رقي هوري إيا رقي أندن بي إمك إنو كتبتو هذا هينا إنو فرقي ودحيو
وين أورندي وحبضنا يكوى عدن سيدي مركا إمامك يوم متقدمين تو أي مركا كنت جينا ماذا بكوها إن أي وحبضنا كوى عدن أي التلمام دونا أردت أن أبين لذا أردت سيادة رادد بوحن دوني أن أبين كمقدمة إن أن أعد يهر دعهان وكره بعض ملامح المذهبين لبدا مذهب أهل السنة والجماعة والشاعرة بل لبدا مذهب إن ملامح دو ذا يسيبوين قضية وحوغي موقع لما سلوين تلمام إيا إن أن مركا كهد لا إيا أن دوري دو مسألة قضية أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وأيوه وعن لهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة وحوي أصحاب النبي وتابعون لهم بإحسان وكو الراعي وناق كراعي وكونوا من التزم بمنهجهم يعد كستو إذ لازم ساه منهج كودي وددودي واقتدى بهم أيها خضيطة واتبع سبيلهم وددود الرعدة من المؤمنين وكهذه المؤمنين المتمسكين إهيس بأثارهم أثرت ذلهات كودي إلى يوم القيامة إلى مرت قيامها أهل السنة والجماعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعين تي يكوي أهامرك وناك مرك يساكوي كراعي يعد الليالي يعدي منهج كودا يطريق دودا يسي دين دو فهمين يسي ودغمين يسي عقيدين إسلازم ساب أو كضيطة أو جد كودا راعدة أو مؤمنين إراد كودا مرك قبسي إلى قيام الساعة كواس أي اللورانية أهل السنة مرك لوحل لهم سلف الأمة وأمد سلف كاذي يدد كاذي هرهي أو من الصحابة صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم والتابعين تابعين دي مرغى الرعي ومن تبعهم يكوي كسر رعي أصحابتي تابعين دا بإحسان إلى يوم الدين الذين كواسوا اجتمعوا على الحق الصريح ككل مي حق عداية من الكتاب والسنة كتاب غي السنة ككل مي أي الله هذا يعني أهل السنة والجماعة والسلف سلف قرى صدح هذا قرني مفضل كاء أي الله يقنى صحابة إيا تابعين تا إيا تابعوا تابعين تا وحا يقنى مركا دي أيقنى مقع لسو قرية عد الليالي عدي مركا إحسان قاي وناقا قرى عضي إلى مالين تا مركا دي قيامها يدينه كواسو مركا كوش معي أو كوكو المي حقا عد كتابك إيا السنة كاء هذي مركل هم الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحويا وكوا الراعي سنه النبي يا أصحاب ديسي واجتمعوا عليها أكوك المي قولا وعملا قول أهان يا وحي ورانيان يا عمل أهان وحي قمان أيام با من غير ابتداع أيضا مركا بدعو أن لا يمنون ابتداع سوين أو تقصير إلى مكة وتفليها قابل أن سمينين مركا أهل السنة والجماعة وكوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم راعي يا جماعة يا معنا كم دوبي بكذا ينتهي وكوا السنة هي من نبضه سنة النبي صلى الله عليه وسلم راعي كم دوبي الراعي أي الله إلى أهل السنة والجماعة من ألقابهم وحيليهم مقعيال أما اللقب يينا أنا إساء يالله قشة أهل السنة والجماعة مركا للتلمام اليوم وحكم ذي أهل الحديث بالله إلى هذا الحديث محل لقوم عيسمو بذلك الحديث أيال لقوم مقعابي وحل لقوم لعنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي اهتمام إيا حفظ إيا إرارين إيا كددال لإرادة إيسيين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية رواية هرية دراية هم ورنهان ورواية وحوية حديث وإسناد كيسي لقصور نقليو وحوية رواية وحي نغطى حق النقل يسو قورينتا ودراية إيا حق دراية إيا فهنك إيا قرشدة دراية وحي نغطى حق إسنادك إنو سندك يعني رواية لغو سوري أنصحي إن أنو أنصحين أيضنا دراية وحي نغطى حق حديثك فقه سيف أنجيسة واتباعه
يعني عنايده اي كسبي حديث رسول روايه اي دري اهان واتباعي راعدا اي راعين ظاهرا وباطلا ظل اي هوس با يراعين وتقديمهن على العقل اي عقلي اني كهر مريين درتيد ايا لوغو مغعابي اهل الحديث اثنين لبا اهل الاثر وحكى الله الى هذا اهل الاثر صموا بذلك اهل الاثر وحى لوغو مغعابي لاخذهم عقيدتهم وحي عقيدته ذاك قاتان من الكتاب والسنه كتابك يا سنيه الصحيحه يا صحيحين بيك قاتان قال سباريني وحجري في معنى اهل الاثر وحجري اي الذين ياخذون عقيدتهم وأكو عقيدة كقادر يا من المأثور كي لك سوغوري عن الله إلهي في كتابي إلهي كتابك سينوغو شاقي أو في سنة نبي صلى الله عليه وسلم سنه النبي أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح أما وحي السقنا ذي إيه أنصحي إيه سلف جين صحابة يتابعين يتابع تابعين كأنصحي كسقنا ذي أي مركع عقيدة ذي كقاتان تاسبع مركع الأثر أيضا لوغو مقعابي صدح وحك الله طائفة المنصورة طائفة ذي يكوح ذي لا يعني نسريني لو هيليني ثم بذلك وحى الله قم عابي أرندنا أخذا قادشا من قوله نبي صلى الله عليه وسلم قول كيسي لك سوى قادريا فيما رواه ابن حبان وابن ماجة وصحاه الألباني لو تصحين أيو ولا تزال بأن النبي ولك تجي ميسو وكسو لميسا طائفة كوح من أمتي أمضى إذا كمدي منصورين كسول ما ينكو مركز له لي إن يا حضان لا يضرهم وحبي إلي ما يو من خذرهم كهو تيقر بكو ذا حتى تقوم الساعة إلا ساعد أي دعي سو ساعد لعدة أي سو دوان أي سو سيداس أي طائفة مركا هاري ساو مدى كمده من حقي كتاقن أو لو قرقارو أو عيدك سو مركا قرب كو ذا كبحا يعيدك سو كهورتي بادا مدنا بأني وحبي إلينين لقبك أما مقع أفردو حلالة الفرقة الناجية وفرقة إيا كوحدة النبت جليسا سموا بذلك كان والله قم عابي أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم أيضا والله قص وقاذن يا قولك نبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ويلي افترقت اليهود نبقى يهودي وحيوك ربحين على 71 فرقة كوب يتضبات كوحود وافترقت النصارى نصارى نوحى يوكر بعد على 72 فرقة لبيه تضبات كوحود أي يوكر بحين وستف دريق هذه الأمة أمد نوحى يوكر بحدون دا على 73 فرقة صدح يتضبات فرقة كلها في النار لما أنت النار تأي يجري إلا واحدة مد مويان قيل وحلي من هي يا رسول الله وفي الغداء يكوحد أمريكا أن مد جليسا وأيوه قال وعر من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وعد خصوغا إرى عضا إي قبصتا وحان أنيق إي أصحاب تيدو خصوغنا حي كوا خصوغنا دي إي قاتا إرى الرمية كوا سوية كوا بدبادية رواية غاركوذ هي الجماعة وجماعة ذا إي كوح ذا إي وذا شركة وهي عدة مرقة دي كتابك يا سنية أيستا إي كوا ذا شركة إي رميسي إي راعد مرقة ساة جماعة كل نقطي أي الله إلى هذا أسماء ذا إي اللقب يضا مرقة أهل السنة والجماعة والله إلى أهل السنة والجماعة لوراني أهل أثر بالوراني أهل حديث بالوراني الطائفة المنصورة الله إلى الفرقة الناجية السلف الصالح والله إلى ذواتين هوري أي نصوت الماني تاسنا وحوية والغابتو ذي منهجهم في الاستدلال هذا منهج كوذا إيا وددو وذا مركا أي وحد ليشان أيام بل منهج كإيا وددو إرهاعان امتاز أهل السنة والجماعة بخصائص في الاستدلال وحي مركا لصو عمين أو أي قار كن نقدين أهل السنة والجماعة وحي يرى خصائص أو قار حاجة دليشية مركا أي وحد ليشان أيام وحي لا خصوصية بين ليهين كو قدبها كوباد والاتفاق على أن الكتاب والسنة هما المستران الأساسيان في الترقي وحوية كو اسكوافق اسكوافسي كتابك يسنهم إن يهين لبدا مستر أساسك لقاقاتو أحكامتا إي عقيدة دبا لقاقاتو لبدا أساسية لبدا مستر أساسية
كتابك أي صنوه إن هي لبدا مسرة أوح لياقة أساسية في الترقي حقق هذا الشدة يا لكلنك يعني عقيدة دي هي مركة أعماش مثل الصبا فلا رأي ولا كشف ولا ذوق ولا أوهام أهل السنة والجماعة رأيي أيه مركة يذكرها أي أيام كشف يوحى إلى ذان مركة وان لو داهر يا موان لو فيدي ذوق يا مركة وحى إلى ذان وان نمين أوهام يوحى اسمه تسيان ما هنيك توذا أو يعتمد عليها الله عسكضو في مسائل الشريعة الاعتقادية منها والعملية مسائل الشريعة ذا هديت أي تذا اعتقادية هل الرومين أيوه هديت أي تذا عملية هل لقولك ميو مد ما بو معس كذان رأي يكشف يدوق يا أوها مد ما بو معس كذان كتابك يا صنعة أي يعس كذان ومسردهم قوله تعالى توح مرجع مسرد كذوية هي يطير سر يا يعس كريانا وأيضا القرآن كإلى هل يفين تلازعت في شيئين هدي أكو مرندان أو أكو دودان أو إسكو غلافدان أو إسكو غواتان في شيء واحد وعودون هذا فردوه إلى الله إلهي علي أو كتاب كيس علي والرسول رسولك علي أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم مركو نورانا في حياتي بان لو علني مركو وفادينا سنين سأيا لو علني إن كنتم هداتي إن تؤمنون بالله إلهي كور بيس واليوم الآخر ذلك أسا خير خير له غيره كجرا وأحسن تأويلا عرب أهانا كاس أيا أولا أكسنيا ما ألهانا سيدا يلبا إلهي تا أيقو مركا كدولا أيا وآيادا مركا كرقم أيا إلهي لي وحا اللي يالي وحيا إسكو قبطان يعني وحا وعلسا إلهي كتاب جيسي رسول سنة رسول صلى الله عليه وسلم تا أيقو عسكنا أيا أيا كتابك أيا سنوه ويهي هلك أي وحكا قاطان يولي حديث أحمد وعبد الرزاق حديث يا مركة إمام أحمد يا عبد الرزاق مركة وصو صاري وحسنه الألباني بشواهده شيخ الألباني مركة وشواهده سيسوكي وكنت الماوي مركة رتبة الحسن إنه تقي وعلي والذي نفسي بيده نبي صلى الله عليه وسلم وعلي الله وحن قد أرتي نبدأ يدك عندي سكوترتي لو أصبح فيكم موسى هدي موسى دحدي نوهان لها نبي الله موسى ثم اتبعتموه دبنا ارعدان وتركتموني اني ايغا تكتان لا ضللتم ولم الى حيدين ما هيلي انكم حظي من الامم اذن وحتين ديفدان امدها كهلي وانا حظكم من النبيين انا وحنا ديفدي ان نبيدا كهشين ايان هي بركا هدو نبي موسى يعني صابي حلاي ودحدينا تشوقي لها والراعي لها هيدين وألومي لها هيدين بولي يعني أني كليا إنا الراعدان أي أمركا حقه كتيرا وفي رواية والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعوا إلا أن يتبعني موسى لبدي سهدون نولان لها إله نفدي ذوك عندي زي كتيرتان قدارته هدون نبي الله موسى نولان لها وما بناناتين إنو أني إرها عمويان يعني ورقضا مركا تورادا قار أخري يوم مركا صحابة أي هذا الكلام صابتني أي كصاب بعد يساء أي رواية كقركود أي تلماما وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام قاوين إمام الشافعي محمد بن دريس بن عباس الهاشمي إمام قاوين أحد الأئمة الأربعة أي المذهب كي السناء نهي صنم وحييلي ولا أعلم مؤقي من الصحابة صحابة حقه ذا ولا من التابعين تابعين ذا حقه ذا كموغي أحدا نقف أخبر كورمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحكى الشيء إلا قبل خبره وركي سوال لا أقبلي وانتهى إليه عدا وقورمي وكتشوك سني وأثبت ذلك سنة سنة وكسوغي يعني واضح اللي يضع هراء ولي وديان يدتك المركة دتك حميان يصاب ذنين حديث رسولك بين ذلك الشيء أنا يصابحين قرون دي مركة مفضل كهيدا قيمة لحيد للشوقي يا إمام الشافعي وحلي هاي ما أجي أحد صحابة دي كم ذا أما تابعين دي كم ذا مد ما أجي كور رمي رسولك صلى الله عليه وسلم حجيسة وركشيغي او يلي نبي محمد با سايلي الا هديو جيرو وركاو نبي محمد كشيغي ولا قادري
ويا صحابه ضد مركاده وعادلين بيا هايين تابعون دون مركاده عن كد عين بيا هايين كيم مركا رسولك إلهي وحكا الشيقا ولا قادني وركي سانا ولا وشوك سناي سننا مركا عرينتا ولا وسوقي وصنع ذلك سيدا وحا السماي الذين بعد التابعين كوي كدن بيا تابعون تنا ساس اي سميين والذين لقيناهم كوي أن لقرانا أساسي سبيين أما والذين كوي لقيناهم كوي أن لقرانا كلهم دمانتو يثبت الأخبار أخبارتا هي حديث النبي قال لك الشيء واسوغيين ويجعلها وحني كياليين سنة سنة يكيين يحمدوا لقو أمانو من تبعها كراعة ويعابوا لقو عيبيو من خالفها كخلافة فمن فارقك هذا فارقا هذا المذهب مذهبك هي وتضع هي طريقة كخلافة السنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكى الشيخ قادا ويا كانوا عندنا أكتدا مفارقة سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فارقي أو جاس كمري أو كذا قاتشي وضدي أصحاب رسولك وأهل العلم بعدهم إيه أهل العلم يكدم إلى اليوم ما أنتوا أنشوجنو أصحاب رسولك لقى صواب لابو دتي أهل العلم يا هاي كدم إلى ما أنت وضدوا ذي مد خرافي أو جاس كلام مري أيو مركا أها وكان من أهل الجهالة دتك مركا أهل الجهالة ذا يعني مركا وحبك جرانين أيان مركا كمد أها عند مركا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسوى الله شاقو خلاف ده مركا ديدة يعني ساس أي حالة دي نقريسي كوي ونكسر أي مركا صحابة دي تابعين دي كوي راعينا ساس أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيو قادنيين مركا قدبك كوباد أما خصيصة كوباد مركا لسنة والجماعة حق إسلالك أي لقاري وعوي كتابك إلهي سنها رسولك أي لبدا مسري أساسي وحلق قادنا أيو أي أن وحلق قرب لك أن يتشري أي هايين قدبك لذا التوقف بنصوص الكتاب والسنة وكوشوكسي لكوشوكسي نصوص كتابك يسنة واتيهم بي مركا كدودي بمعنى القبول المطلق للنص الوارد في الكتاب والسنة إن لا أقبله سم مطلق أمرك هذا اللي يحير لأنا لا أقبله للنص الوارد في الكتاب والسنة نسك خص أروري كتابك أي السنة فلا تعطيل ولا تحريف عن معناه بالتأويل تعديل مجرين أي مركة عطلان أي مركة ديدان أي إنكار تحريف يوعين عن معناه بالتأويل معنيه سياء أولان أي مركة ملك روعيان مؤلين يقول الحميدي في عقيدته إمام قاوينا أئمة الحديث جميل الحميدي لعبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي أئمة مركة حديث مكاها وحو مركة عقيدتي سكولي وما نطق به القرآن والحديث وحو كحد لي كل واقعي قرآن كي حديثك مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وآياتك مرقى صفاتك تلمامي سيدا آيات إلهي وقالت اليهود نمكى يهودي وحد الله الله عنا ذا يد الله مغلولة إلهي قعندي سوي حلنطهي إلهي مدبخي قعندي سوي حلنطهي غلت أيديهم قعمه هذا الله حلو إلهي قعمه هذا أيها حلو ساس أي إلهدين ولعنوا بما قالوا وحي الى هذين والله قل عمضي بركاسا هو بل يده مبسوطة تاني إلهي وحا هو آيات حقا تبقسيني لماذي سقع موت بل كوفد سوي وان مركا حنين هبين ايا مارم مركا إلهي يبتقض ولمركا مدو حبحين ايا وي آيات مركا نوعا سوكالات الماما يسا إلهي قعندي سيا إلهي لبقع موت لليهي ومثل والسماوات مطويات بيميني إيا آيات قرآن كهيا ينو إلهي إلا يمارين تقيامها سبعين كان وحا مركز لقو الضوبي أو مركز إنهم هو الضوبي أو لقلي بيمينه إلهي مدك تيسا آيات آيات المانتي إلهي مركز إنه مدك لأيهي وما أشبه هذا يكاوحي الشبه يوم من القرآن والحديث قرآن كهيا حديث كهذا سبعين كان نوع عاصة إلهي القرآن جيسا كل شيء أما السنة النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء لا نزيد فيه أنه كرين منه
ولا نفسره فسرنا مينو بمعنى أول مينو وعين مينو نقف وحن استاقين على ما وقف عليه القرآن والسنة القرآن كي يسنه انت او اسكدو لساقي ايانو مركا اسكدو لساقي نايو ان وصوغي نايو الهي لبقى عمدون ليه ووصوغي نا او ديدي مينو الهي مركا ميدي قنو ليه ووصوغي نايو اساقا ميدو عمنا تايلتا انت القرآن كو مركا يسنه اساقين ايان مركا اساقي نام خصيصة صدحات والاتفاق على مسائل الاعتقاد وهنا يعني كويس وافقصن مسائل كان حق عقيدة ذا ويس وافقصن وح مسلوين يرير وان وح سي وينهين ربك ورسولك ربك ما أرك يعني هبيك للاس إسرائيل والمعراج مسلوين يرى الضوه النوع عصا وأي مركة سويديان موياني أهل السنة والجماعة مسائش اعتقادك ويس وافقصيهين من خصائص منهجهم وحكمنا في مسائل الاعتقاد الاتفاق اسوا فخصانيه من دماء يا كميدا فلا تجدهم ليس يختلفون في هاي وسخرافيا يقول ابو مظفر السمعاني امام قاوين منصور بن محمد التميمي امرقي هرنا نين حنفي امرقي دمر امرقي شافعي النقضي امام وين مركه يسونا رحمه الله تعالى وحيلي مما يدل وحط سيري وحك رمي على ان اهل الحديث على الحق اهل الحديث قوين يحق السجنيين اهل الحديث واطن صوت المنين القابط مركا السنه والجماعه مركا لو مغعابو اني تهي اني حق السجنيين وحك تسنيا انك ادو لو طالعت جميع كتبهم حتى طالعت وري ضمان كتبتوده المصنفه الا قري من اولهم الى اخرهم كوري الى كودمي قديمهم وحديثهم كودي هرييي كودي دمبيي مع اختلاف بلدانهم ايضو بلددود اي ميلهي كلا جوغين اي اسخلاف سريد وزمانهم واختيود اسخلاف سلام وتباعد ما بينهم في الديار اي وحي ودحي حق داره وكلا فوقيد وسكور كل واحد من قطرة من الاقطار اي مدول بمركاير مدقي قدري هي ملكة جاء أقدار تكملة أيضا وحا صورة ميتران أو قار هرهيين قار دنبيين بلاد دو دو أي اسخلاف سنيدو دي قاري مصر چوغين قاري مدينة هي مكة چوغين قاري مركة عراق چوغين قاري شام چوغين يعني خراسان قار چوغين أيضا سيدا مركة وكالفوغا أو يسو صعودك لا يسو صعون أيو iyey isgaaridu ay adag toobila la isu soconayay oo telefoon lagu wada hadlo iyo wax marka lagu wada xiriira midnaba aanay jirin mid waliba marka meelaha meel ka mid ah degay ayaa wajadtoom waxaad helaysa fi bayaan al-i'tiqadi i'tiqadka marka cadeynayaan ala watiratin waahida watira iyo marka tariiqo al-watira at-tariiq al-mutaridda walira tariiqo marka jeexan oo marka la marayo hirin marka toosan ayadarka iyagu wada marayaan wa namati waahidin nab usluub iyo shakl iyo qaab ayay marka wada marayaan yajruuna way ku socon ama yujruuna way ku socodsiin ijra iyo jara yujruuna fi way ku socodsiin nususta ama yajruuna way ku socon fi dhaxdiisa ala tariiqatin wadaa ku socon ama ku socodsiin laa yahiduuna anha ka wiican maayaan ولا يميلوا في هذا احدادنا وعن ميان قولهم في ذلك واحد قول كود وارنتا وامد ونقلهم نقل دودي وحي سو غورينيان واحد وامد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما شيء ما لكن في شيء ما في شيء ما يعني شيء ابو مركا ايغو اسكو خلافسان اما هو كلا تمسير وين قلها بيرادين بل لو جمعت هذا السجيسو جميع ما جرى لما وحي كدر يري على السنة في عربة هذا وحي كصبحي ونقلوه عن سلفهم سلف قوذي أي كصررين وجدت واحد ليس كأنه جاء من قلب واحد من قلب واحد من قلب واحد قلبي أمام من قلب واحد من قلبي أمام من قلب واحد قلبي كلين وكيم وجرى على لسان واحد أمام لسان واحد من عربك قلب قرين كصوض بحي أما عرب قرين كصوض بحي أياد مودي يعني تاوح الدليل هذا يعني كتبت السنة
أئمتها واوين سلفك أي قرآن هذا أخرده أما يعني كتبتها مركا عقيدة كهد ليس رقاه رأي قرآن هذا أخرده يعني وضد سيك وضع السعودان وحس خلافة إيا وحس ويدار شاء مرها مسائل غير ملكها غير مسائلك يعني مو يعني يعني صدي عبر تكبدنين مو يعني إن الليالي إنت كريت وكم إذا سيهن ويا وحي تسريسا ديني مركا وضع حقا أوتي النبي محمد يا صحاباتي يا تابعينتي إني مركا صحيان أي مركا تسريسا oo maray kitabkii suuday ay ku taageeyeen oo wax ahwaaye iyo marka wax lagu kala weecweecdaa ee aan jirin diriskeena qaybta oo halka ay ugu joogo.